هو كثير بيذكروا دائما في موضوع عذاب القبر، سبق قلنا انه عذاب القبر ثابت بالتواتر، تواتر بيسموه معنوي، بيكفي اصلا الاحاديث الصحيحة اللي بتكفي. كان يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ولا لا؟ يستعيذ من عذاب القبر ولا لا؟ وعلمنا كيف نستعيذ من عذاب القبر، انتهى الموضوع. مجمل الاحاديث، مجمل الاحاديث ما تسمى بالمتواتر معنوي، يعني فوق الصحيح. والغريب انهم بيستخدموا العلماء او اكثر الناس بيستخدموا آية واحدة دائما للدليل على هالكلام، مع انه في عدة آيات بتدل على العذاب ما بعد الموت، اللي هو مثلا اللي بيستخدموها دائما عن آل فرعون على فكرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقالوا ويوم تقوم الساعة، إذا معناته الكلام اللي قبل هيك إيش؟ قبلها كمان مرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. تصوروا لما يقال لهم هذا مقعدكم من النار، طب هو أكثر ما برعب الإنسان لما يدرك، هو الإدراك مش هيك؟ أحيانا الإنسان ممكن يتحمل ألم الجسد أكثر من قضية رعب، رعب من أسد مثلا قادم عليه ولا شيء من هذا القبيل. لا بقول لك ضربني مليون إبرة ولا يهجم علي الأسد، مش هيك؟ برتعب، وفي مناظر مرعبة جدا في الإدراك، الإدراك، وفي شيء مؤلم كالجسد. بس في عالم الإدراك خطيرة المسألة. لاحظوا، إذا النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة، إذن هذا معناته قبلها، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بس في آيات ثانية برضو واضحة، زي مثلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الكلام عن الماضي وعن قوم نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، بس ايش يقال؟ يعني سيدخلوا. ليش سيدخلوا؟ ما واضح الآية. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مش وسيدخلون نارا، فأدخلوا، أغرقوا فأدخلوا. وأبصر كم ألف سنة لهم قوم نوح، هاي برضو من برضو مثلا من الآيات القرآنية اللي بتدل على هذا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم مش بكرة، مش بكرة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا، لأنه إحنا منشعرش على فكرة، ولو ترى لو يكشف إلنا، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخره. في مثلها آية برضو، لاحظوا، ولو ترى إذ يتوفى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إيش هذا؟ ليكون هذا يوم القيامة السريع. عم بقول لك ولو ترى إيش إذ، إيش يعني إذ؟ لحظة. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا ما حدا بقدر يقول انه هذا في الاخر. ليش في الاخرة؟ ما هي واضحة الآية. اذ زي تمام، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون، هاي الآية ثانية كمان، فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم.